الله كريم يعني، الحمد لله رب العالمين على اي حال، الله المستعان. ربنا سبب الاسباب وايه واسترزقنا، وفي سمك صغير طبعا كتير، والحمد لله على اي حال يعني. بتبقى عايزة تتخطف بالتلازينة يعني. طبعا احنا جينا المية ديت لقيناها شبر شبر ونص بالظبط والله، يعني بالكتير خالص العمق بتاعها شبرين، فاضطرينا طبعا ان احنا نتكيف مع الوضع. رمينا علف بحيث نجمع السمكة، وشغالين بغلة تقريبا يعني، ما اشتغلتش معانا غير متأخر خالص، وبرضو ايه سمك مش كبير يعني، كفافي كده حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم بخير، يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مساء، يا رب يكون الجميع بخير يا رب. النهاردة والله أنا كنت ناوي نعمل لكم فيديو بحر، بس للأسف قريت النشرة غلط. المفروض إن هو البحر إن شاء الله النهاردة، طبعا الجمعة 18 رمضان، قريت أنا البحر 2 متر وهو كان 20 سنتي، فهي جلت معايا، ولكن انا ايه طلعت غلة وبمشيت الله. الطلعة ديت مهمة جدا بالنسبة لي النهاردة، لان انا ايه عامل حسابي ان اللي ربنا هيرزقني بيه هو اللي هناكله، فمتعشم في الاخر ان انا ناخد سمكتين عشان ايه نعرف نفطر. معايا راجل بقى طيب خالص محترم، يعني انا كان نفسي ان هو يطلع معايا من زمان، هو اللي بيصورني حاليا حبيبي، بس راجل صاحب قلب طيب كده، وانسان هادي كده، وانسان جميل، الاخ عاشور، قناه محترفين صيد الغله مع عاشور. حبيبي يا عاشور، حبيبي يا ريس، ربنا يحفظك يا رب. ده انا اتشرفت ان انا طالع معاك. الله يخليك يا رب يا حبيبي، منورني والله، منورت ده يا ريس. ده منور منوعات رحاله، وان شاء الله يكون يومنا جميل ان شاء الله، إن شاء شراكه الله. جميله باذن الله، هنطلعوا على الغله ان شاء الله مع بعض ان شاء الله، وربنا كريم ربنا كريم ان شاء الله. خليكم معانا شباب، ودعواتكم بظهر الغيب كده ان احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله. معايا سمكه اهيت، بس ايه كانت على النقره يعني، يا دوبك نقره صغيره كده، السمكه مش هاجمه، بس ان شاء الله خير يعني، الحجم حلو يعني. خدتها على النقره الصغيره كده، نقره رحت ضاربها لقيتها معايا، فهنشتغل على النقره ان شاء الله. والله كريم. طبعا انا منتب نفسي ان الفطار بتاع النهارده سمك، يعني السمك اللي انا هنصطاده هو اللي هنفطره بيه. المفاجأة بقى ان المية لقيناها شبر ولا شبر ونص زي ما قلنا. طب نعمله ايه يا جماعة في الظروف اللي زي دي؟ طبعا بتعمل رمال قصير خالص، يعني تخلي الرمال بتاعك مثلا ايه شبر او اقل من شبر، يعني 15 سنتي بالكتير، سمك صغير طبعا. في الامور اللي زي دي لازم تعمل كده، وتشتغل بقى على النقرة، لان ما بيبقاش فيه عمق عشان السمكة تعبي وتاخد معاك وتمشي. ربنا المستعان. حلوة برضو، كفاف يعني، شغالة. نشفة.
صلاة النبي، سمك كفافي حلو يا كريم يا رب. إن شاء الله يومنا جميل بإذن الله. نقرة يا جماعة نقرة. طبعا ده اللي زاد وغطى بقى، الرجاله جايه ايه، جايه تجمز. بس انا فرحت عشان هناخد منهم سمكتين نكمل بيهم الايه، الفطار بتاعنا. طور فينا بركه. هسترشد علينا. لا ما تخافش يا عم، خد راحتك. طور طور على النت على طول. خش قول يا سيسي شوف الجماعه المتمرمطين، عايزين نشوف سمك بس. انتوا عديتوا على عاشور كده؟ ها؟ عديتوا على عاشور؟ مين عاشور؟ ابو مسعود؟ نطلع لك من الجركن عشان نوريك. ايوه. على مالك بس؟ صلاة النبي. ماشي. الله يبارك يا رب. انا هننهي الفيديو بتاعي هنا ان شاء الله. للعلم بس انا طلعت من البيت الساعه 5، راجع دلوقتي الساعه 4. ماشي. فالحمد لله اتوفقنا وجبنا الفطار بتاعنا. ربنا يعين بقى ايه ام يحيى، هتشوف بقى هتشغلنا دلوقتي ولا هتعمل ايه. الله كريم يعني، الحمد لله رب العالمين على اي حال. الله المستعان، ربنا سبب الاسباب وايه واسترزقنا. وفي سمك صغير طبعا كتير، والحمد لله على اي حال يعني. هنفضي انا بقى بقيه السمك كده على مهلي. طبعا تحياتي ايه لحضراتكم، ان شاء الله نتوفق الرحله الجايه. ودي نهايه الفيديو طبعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.